شو نحكيو على النور شيبة ولا قضية البارح تم استلافها كيف باش نستعينوا بخبرتك تارك ما شاء الله قانون تحليل سياسة قضاء رياضة نحكي في كل شيء يغني راو يغني كل شيء نلقاه مع تارك. علاش تم الاستلاف وش معناه وزيرة العدل تفتح التحقيق وتاذن بفتح التحقيق؟ هذا هو اللي باش نسألوك ليه تارك بعد شوي. يلا اش قالت اش عنا في الأخبار؟ هو بعد الحكم بنوشيبة واللاعب الدولي سابق وكيف الفنانة بعدم سماع الدعوة, والبارح شفنا المحامين كيما منير بن صالح اللي ظهر في أكثر من إذاعة وفسر شنو صار بالضبط, نلقاو خبر جديد يقول أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للتفقدية العامة بوزارة العدل البارح 14 فيفري بإجراء تفقد قضائي في المحكمة الابتدائية بأريانا بخصوص سير الأبحاث ومآلاتها المتعلقة بما عرف بقضية الكوكايين واللي امثل فيها أمام المحكمة كما قلت لكم نور شيبة ولاعب دولي سابق في كرة القدم وعدد آخر من المتهمين. يعني هوني وزارة العدل استنفت الحكم. التعليق كانت هكا وزيرة العدل ظهر فيها شمت حاجة مش هي, فما اللي كتب ملا مهز لصايرة في البلاد بعد الحكم يعاودوا يستنفوا تستنف الدولة بيدها شي يعمل العار, وفما اللي قال هذا يعني انه الوزيرة تشكك في نزاهة القضاء, واللي يكتب وقال علاش ما يخليوش القضاء ياخو والقانون ياخو مجرى, ونوفى بالتعليق هذا يعجبكش الا قضاء عطاه كلمته والوزارة مش أمنته. يعني هوني فما إن في الحكاية. نرجع لك تارق اللي كنت شو معناها الاستئناف عادي باش ما نطولوش في عصبه, عادي أنه نيابة تستئناف جدا كل واحد كيما المحامي دفع تقريبا. شوف كيما المتهم كي باش ياخو حكم ما يقبلوش يمشي يستينفو, كيما القائم بالحق الشخصي المتضرر ياخو حكم ما يعجبوش يمشي يستينفو, كيما القائم بالحق العام طبعا انا باش تستينف خاصه في عدم سماع الدعوه. راهو الي تبدا عدم سماع الدعوه استنى قبل انقضاء اجل الاستئناف انك تلقى النيابه العموميه صبت الاستئناف بقى اللي باش يفهموه, لانه ثم قضايا المشاهير تكون عندها درجه من الاهميه اكثر من القضايا العاديه. هل انه باش يكون استئناف ورقي نحن نسميه يعني مجرد مطلب استئناف يعمره لانه مطبوعه هي تتعمر عملتها النيابه العموميه, ولا باش يكون ثم مستندات والطلبات جديه؟ هذا تنشوفوه في الاستئناف. ولكن ما معنى ان وزيره العدل تاذن بتفقد قضائي في قضيه الكوكين؟ مفهومي انا فهمي البسيط لا شيء كمواطن لست رجل قانون, هل أن وزيرة العدل شك في اللي صار, شك في القضاة, شك في الحكم, شك في تطبيق القانون, في تكييف, في هذا ايش معناها كي نفتحوا تحقيق على خلفية حكم قضائي صدر؟ هذا هو المعنى الانطباعي الأولي البسيط والعميق. صدر حكم في قضية وانا حتى قانون نفهم انا طارق طبعا رفيق خلينا نخرج شكرا لك بالنسبه رفيق باش ناكل ارجع لي دونك شوف هذا هو يعني شفت الساعه الكلمات المباشره هي اللي تعبر يعني نحط الامور في اطارها. اليوم القضيه هذه ماهيش قضيه عاديه, مش لموضوع القضيه ناصر ولكن الاشخاص اللي توجدوا في القضيه هذه وسميت بقضيه نور شيبة ومعها زاده مشاهير اخرين, بالتالي العين تحطت عليها من الاول. بدات جنايات, مجموعه من الجنايات, ثم بعد تم تفكيكها. التفكيك ممكن ولا لا قانون من طرف قلم تحقيق؟ طبعا الجزائر تكفل له ذلك, وخرج محمود ومن معه من إطار الجنايات ودخلوا في جنحة الاستهلاك. الاستهلاك القرينة وسيلة الإثبات الأولى هي التحليل, تحليل إيجابي ولا تحليل سلبي. ولا تحليل سلبي بعد تقضى فيها بعدم سماع الدعوة. العباد اللي تكلمت ماهيش المحاكم الفيسبوكية اللي سبقت عملية إصدار الحكم, ولكن أنا نفهم العباد اللي عنده مظلوم في الحبس واللي عنده قضية لها سنوات واللي عنده من أجل سيجار ولحد اليوم مازال محكوم يقول لك وله الحق في إبداء هذه الدهشة. أنا في مثلا النقطة هذه اللي مجدود بسيجار وزاتلة ولا ما تهز في رافل وعدي وتحديد جون سيبا 6-7 شهور ما تحكمش. اليوم نور شيبة تحكم فيسع ونقول له مبروك وان شاء الله ربي يفرج عليه ونهر الحق وفرح ميمتك من تمنيه الخايب لحتى حتى طبعا. اما نور شيبة علاش تحكم فيسع؟ لانه معروف, هذا سؤال الشارع اليوم, لانه معروف خاطر نعرفوا زاد الاجيال ثم شكون تلاحق بتسع شهور ما يتحكمش حتى يتعدى المده نتاعو ساعات ومن بعد اللي يغلط يقول له سامحني وعندك ربي. علاش تحكم فيسع مقارنة بالفكرة والانتباع اللي عندنا؟ شوف أنا طالما ما طلعتش على بظروف الملف باش نعلق وفق نظرية الظاهر 30 ثانية 30 ثانية حتى نحن كمحامين كان عندنا انقسام. ثم شكون قال لك أنا عندي ملفات فصلت بسرعة برغم أنها ما تحملش ما بين ظفرين
تابع الاستعجال تابع لا تابع الشخص اللي نجم يستعجل الملف. وثم اللي يقول لك انا عندي نفس الملفات موجوده الى الان، يطرح السؤال ومش عيب انه يطرح السؤال. انا حبيت في القضايا هذوما كيما في العالم اجمع محمود انه الناطق الرسمي باسم النيابه العموميه اللي موجود يخرج يوضح، لانه ثم سؤال وثم علاش وثم كيفاش وثم هل انه تقبل التفكيك والا لا، سرعه التفكيك سرعه الاحاله من عدمي اخرج. خاطر اليوم انت بين مش ما تفتحش باب التاويلات الخايبه عندك وانا احترمه في ذلك، يعني محامي لسان الدفاع اللي هو باش يدافع على منوبه ولو الحق في الدفاع على منوبه، هذا واحد. واثنين عندك المسكوت عنه الحق العام لاثار الدعوه العموميه وتبعها وشافها اللي هو عليه انه باش يقول لي شنو الملف، مش مبدا سريه التحقيق باش يتخبى وراه، لكن قل لي الاجراءات صحيحه سليمه كذا، مش لي انا كطارق العليم المحامي للراي العام، للراي العام حتى الامور ما تخرجش وما تفتحش باب التاويلات الخايبه. الناس اللي ولات تسال اليوم بالنسبه لي نور شيبه خاطر معروف عمل، نور شيبه خاطر معروف يلزم يشد الحبس، المحكمه الفيسبوكيه انتسبت قبل وبعد حكم القاضي، ولكن زيد كي يبدا فما اسئله منطقيه كيما علاش والدلي وعلاش هذا فيزا تحكم وقت اللي ثلاث ارباع التوانسه تحكم بعد سبع شهور وثمان شهور وتسع شهور، مطلوب تخرج وتقول خرجت اشاعات كبيره وتقال كذا وتشد كذا وفيسبوك ويهبطوا في تصاور لا اساس لها من الصحه، ولكن هذه لا بيرسبسيون جينيرال. انت الكلام هذا يمسخ منظومه العداله ومنظومه القضاء في تونس، اخرج قول ها وش صار ها وش تشد ها وش لقينا ها وعلاش تم القاء القبض على نور شيبه ها واللي حاله علاش صارت ها وعلاش خرج براء سولون قاضي، هذا يسكر باب التأويلات.